الضوء ممتازة بكل هالعيون إلا ذي الكبيرة يقطع وضعيف ما عاد هو مثل أول. لا تحتاج شركة تجي تأخذ دراهمك ولا تحتاج فني، عملية بسيطة جدا. أول خطوة هي السلامة، سكر الغاز من المحبس الرئيسي وشغل أي عين إلين يفضى الغاز اللي في الأنابيب، وبعد ذلك بيطفى الغاز من نفسه. تأكد أنك سكرت جميع المفاتيح، تأكد أنها مو بحار وشل. أبيك تجيب إبرة، شفت الفتحة الصغيرة هذه؟ شفتها؟ هذه دائما يصير عليها وسخ زيوت. اي والله تاكه شوي، سلك، افتح الفتحة، ما ادري واضح لكم ولا لا. جميل، ايوه خلها ما فيها وسخ، وانفخ بعد ان كان ودك، بس قرب خشك بس لا يحرق وجهك كذا. ايوه نفخه كذا. ايضا عندنا الفتحات هذه، شتان كلهن در عليهم بالابره. اللي بتلقى لك شيء مكبوب عليه زيت ووسخ، در عليهن كلهن وانفخ. طيب بعد ذلك رجع القطع مكانها بالشكل الصحيح. شغلاتنا يبغى لها تفاهم. وش الفرن الوسخ الله يهديها، بس راح افتح المحبس الرئيسي للغاز وشغل. ما شاء الله تبارك الله، واحدة بواحدة يا مال الغنيمة. ها يحتاج نجيب شركة تصلحه وتاخذ قروشنا ولا ما يحتاج؟ حفظت درس العين، الله يخليك العين ترجيك قلابين. تحياتي لكم.